وبرأيك اليوم وتطورات طبعا السياسية الأخيرة، هل هي السبب الرئيسي لهذه التراجعات أم أيضا هنالك أسباب أخرى تتعلق في تراجعات اليوم في البورصات الكويتية؟ نعم طبعا الكل يعلم أن التأثير الأساسي على الانخفاضات اليوم هو الوضع السياسي. قد لا تكون بداية جيدة لهذا الأسبوع، ولكن كانت بداية جدا قوية بالانخفاضات. كنا نتوقع هذه الانخفاضات ولكن لم نتوقعها بهذه القوة منذ البداية. طبعا فمنذ الافتتاح كان هناك تراجعات حتى إغلاق الجلسة. طيب فادي، اليوم الثلاثاء طبعا هو متوقع لبعض التحرك من المعارضة، برأيك هل سنشهد استمرار لتراجع المؤشر إلى حين طبعا يوم الثلاثاء أو وجود ربما بعض الحلحلة في السوق؟ ولكن ما هي توقعاتك، يعني لدينا يوم الاثنين والثلاثاء بعد تداولات، هل نتوقع أن نشهد نفس التراجعات أم أنها ربما احتسبت في السوق؟ نعم طبعا سيكون بس تعليق علي على نهاية، سأعلق على نهاية الجلسة. ملاحظ مع الانخفاضات كان هناك أغلب الأسهم التي انخفضت هي من الأسهم المضاربية، وكان هناك بعض الأسهم التي انخفضت بالحد الأدنى. لاحظنا في نهاية تقريبا الجلسة بعض عمليات البيع أيضا على الأسهم القيادية، طبعا هذا دفع المؤشر أيضا لمزيد من الانخفاضات، ودفع المؤشر الوزني وكويت 15 على أيضا استمرار بالانخفاضات. توقعي او ما استنتجه من هذه الانخفاضات التي تم توجيهها على الاسهم القياديه هي قد تكون بعض عمليات التسييل الصغيره التي يحاول بعض المستثمرين ان يستفيدوا من الانخفاضات في الاسهم المضاربيه، سواء بتعديل متوسط اسعار الشراء لديهم او للدخول مره اخرى او الانتظار ل ما سيحدث في جلسة تداولات غدا وبعد غد وهو يوم الثلاثاء. فبالتالي هذا ما حصل خلال الجلسة. ما أتوقعه بالجلستين القادمين أن يكون هناك بعض الاستمرار بالتراجعات، ولكن سيكون هناك انتهاز لفرص من قبل بعض المضاربين على الأسهم التي ستستمر بالانخفاض أو التي انخفضت أيضا اليوم. فبالتالي أيضا سيكون في المقابل هناك بعض الفرص، رغم توقعي باستمرار بعض الانخفاض في جلسة تداولات غدا. وقد تشهد بعض الارتفاعات في حال كان هناك بعض الدخول على بعض الأسهم التي كان هناك انخفاضات عليها في اليوم، وقد يكون عليها أيضا انخفاضات غدا. طيب، يعني ربما أجبت عن سؤال كنت أود السؤال عنه. في بداية التداولات كنا قد شهدنا الضغط كان فقط على السعر، ولكن في نهاية التداولات وبعد أن كنا ظننا بأن الأسهم القيادية ستتماسك وكانت تراجعات بحوالي النصف النقطة المئوية على كويت 15، ولكن في نهاية الجلسة شهدنا عودة التراجعات القوية أيضا على كويت 15. يعني برأيك حتى الأسهم القيادية هي غير محمية من أي تطورات على الصعيد السياسي؟ طبعا دائما هناك موجة من الخوف هي ما تدفع بعض العمليات البيع العشوائية التي قد لا ينجو منها أي سهم بالسوق. أنا في آخر تقريبا نصف ساعة لم أتابع الجلسة هل كان هناك عمليات بيع كانت الصفقات كبيرة أو كانت الصفقات صغيرة، ولكن أرجح أن تكون هي أيضا صفقات صغيرة. فبالتالي هي نوع من، يعني بالإضافة للسبب الذي ذكرته وهو البيع من الأسهم القيادية وانتظار فرصة أو الدخول الآن في هذه الأسهم التي انخفضت، وكانت بعض الأسهم انخفضت خلال الجلسة في الحد الأدنى وكان هناك عروض على هذه الأسهم، أو ما يحصل عادة في بعض المستثمرين خصوصا صغار المستثمرين، من يفضل أن يبيع جميع ما لديه بغض النظر عن أسهم قيادية أو أسهم مضاربية، ويفضل أن يكون منتظر ويفضل الدخول في بعد انتهاء الوضع. فبالتالي كلا هذين السببين هم ما ضغطوا على الأسهم القيادية، ولكن من قام بالشراء على الأسهم القيادية من ناحية من الفاندمنتال أو من الناحية الأساسية، عادة هذه الأمور لا تؤثر عليه لأنه هو يكون بانتظار نهاية العام وما ستقوم به الشركات من إعلان عن نتائجها وأداها خلال هذا العام وما يحدث من تذبذب خلال العام. بغض النظر عن الأمور التي تحدث بالسوق، هي قد يجدها فرصة للدخول مرة أخرى على هذه الأسهم. وطبعا فادي سنكون في متابعة لأداء السوق خلال اليومين
القادمين. السيد فادي الزغاري مدير إدارة تداول المؤسسات بشركة الوطنية للاستثمار، شكرا جزيلا.